في ماراثون اللقاح لحظة صعبة تعيشها البشرية تؤطرها الأخلاق وتحكمها محاولة النجاة من فيروس كورونا وتداعياته. الجميع يبحث عن سبل تنجيه وتقيه وطأة الإصابة بالفيروس، فيتسابق هؤلاء لأخذ لقاح ضده. لكن توزيع لقاح كورونا الذي لا ينتج حتى الآن بكميات تكفي الطلب العالمي المتزايد عليه محدد ببروتوكولات علمية أقرتها منظمة الصحة العالمية ضمن ما يسمى نموذج الأولوية العادلة، وصادقت عليها دول ومنظمات ثم أدرجتها في خطة تطعيمها المحلية. لكن قداسة هذا البروتوكول مست في دول عدة. في الأرجنتين قدم وزير الصحة استقالته بعد ضبطه وهو بصدد مساعدة أصدقائه على تجاوز برنامج الحملة الوطنية قبل بدء عملية التطعيم رسميا. هذا بلا شك حديث مقيت، لأنه لا يمكن لأحد أن يقبل أن شخصا ما لديه فرصة للحصول على لقاح مبكرا في الظروف التي نعيش فيها. أما في البيرو فاستقالت وزيرة الخارجية على وقع ما أطلق عليه الفضيحة بعد تلقي مسؤولين جرعات من اللقاح قبل وقت طويل من إتاحتها لعامة الشعب. الفضائح المتلاحقة بلغت كندا كذلك، حيث استقال رود بيكر الرئيس التنفيذي لشركة تقدر قيمتها بنحو ملياري دولار بعد اتهامه وزوجته بتضليل السلطات للحصول على لقاح فيروس كورونا. وفي إسبانيا استقال رئيس أركان الجيش وضباط آخرون بعد تجاهلهم لبروتوكول المنظم لتوزيع اللقاح. المشهد ذاته في دولة تشيك، حيث استقال رئيس هيئة الصحة العامة في البلاد بعد تقارير كشفت عن مخالفات في توزيع اللقاح المضاد لكورونا، إذ تم توزيع نحو 1000 جرعة من اللقاح على موظفي هيئة الصحة الوطنية وأقاربهم بغض النظر عن أعمارهم. هكذا تنتفض الرقابة الأخلاقية فتعيد من حرف عن المسار إلى طريقه الصحيح والمحدد.